خوتي اجيو شوفوا معايا هاد الكتكوته هادي دايز من لهنايا كنلقى هاد الكتكوته ولسوء الحظ ديالها الصقعه اليوم ما عنديش هذاك الدواء ما هاش معايا كاع لا بوماده لا كلور لا باش نغسل ليها عينيها لا والو ولكن ما قدرتش ومشيت لجبت بوماده صفراء كما كتشوفوا ومسحت ليها عويناتها درت ليها بوماده مسكينه ما قدرتش نفوتها ومعطوبه ولقاتني بلا مشغول غادي نقضي واحد الغراض وما عنديش حتى ندير ليها اللي قدرت ندير انني مشيت كنجري لذاك الحانوت كما كتشوفوا وشريت واحد الباطه جبتها ليها مسكينه واش غادي نقول لكم وحق لا اله الا الله الا فيها مسكينه الموت ديال الجوع انتم غتشوفوا كي غادي تبدا دير الماكله وكان وعدها فاش نرجع ان شاء الرحمن الى لقيتها باقه هنا غناخذها معايا للدار ما غاديش نقدر نخليها والله الا بقات فيا وزوينه مسكينه وشد فيها البرغوت لا اله الا الله محمد رسول الله الله يقدرنا على فيها الخير والله الا كما قلت لكم الى سوء الحظ ديالها اليوم ما هاش معايا الماتيريال لا اله الا الله ولكن ما فداش والله ما قدرت نفوتها بالله ونتمنى الله عز وجل يقبل لنا هذا الاجر وشوفوا مسكينه كي كتاكل شوفوا وعوينتها مقصحين ولكن كان وعدها فاش نكون راجع الى لقيتها هنايا غنديها معايا للدار نزيدها على خوتها